مساء الخير. حادثة كده غريبة، حادثة عجيبة حصلت في كاونتي كارلو. الناس اللي عايشة في كاونتي كارلو أو مقاطعة كارلو في أيرلندا، حصل فيها أغرب حادثة امبارح، أغرب حادثة أنا سمعت عنها بصراحة. الحادثة اللي حصلت إن اتنين جونكيز، مستنى بس العربية تعدي، العربية التانية تعدي، لا ده شكلها في عربيات كتير فنكمل بقى. فالحادثة ان في اتنين جونكيز او اتنين من مدمن المخدرات يعني في كاونتي كارلو، مقاطعة كارلو، واحد من الاتنين المدمنين المخدرات دولت والده توفى، والده كان على المعاش وتوفى، مات في البيت. يعمل ايه المدمن بتاع المخدرات دوت وفي نفس اليوم اللي والده مات دوت، يعني مات مثلا امبارح واليوم دوت كان يوم صرف المعاش بتاع والده، يعني المفروض والده كان يروح البوست اوفيس يصرف المعاش بتاعه. يعمل ايه بقى مدمن المخدرات دوت؟ راح جاب صاحبه وشايلين ابوه، واحد من الجنب ده وواحد من الجنب ده شايلين ابوهم وطلعين على البوست اوفيس، وابوهم ميت، وابوهم ميت، شالوه وودوه على البوست اوفيس عشان يصرفوا المعاش بتاع ابوهم، عشان ياخدوا فلوس المعاش يصرفوه بقى المخدرات، والله اعلم يصرفوه على ايه. فراح شايلين الاب الميت دوت رايحين على مكتب البوست اوفيس، والست اللي شغاله في البوست اوفيس شكت في الامر وبصت للراجل كده قالت لهم هو والدك تمام يعني كويس؟ قالوا لا لا عادي، هو تعبان شويه بس. فراحت الست شكت في الامر، راحت متصله بالجارده، فاثناء الاتصال بالجارده الولد الابن وصاحبه رموا ابوهم على الارض وطلع يجوا الاب الميت ده. فدي حادثه غريبه جدا وحادثه عجيبه جدا، قلت اشاركها معاكم النهارده. ان شاء الله انتظروني في حلقه جايه. ولا 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 السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ورجعت لكم بفيديو جديد مع فرعون. فكوكوا طبعا من كل الكلام اللي كنزي كان بيتكلم فيه، او احمد يعني بيتكلم فيه. وطبعا معرفش مين هو اللي اخد تليفونه بصراحه، انا مش عارف، مش انا بس، يعني ايه، استنوني في فيديو قريب جدا ان شاء الله، ان شاء الله. احمد سمير بتعمل ايه يا عم؟ ايه يا عم؟ يا عم انت في كل حته طلع يا عم. ايه يا عم؟ ايه يا عم بتعمل ايه يا عم؟ ده تليفوني يا عم. عظيم يا رب. يعني حتى التليفون يا جدعان، حتى طلع لي في تليفوني كمان. ماشي يا عم، مساء الخير يا جماعه. اخويا محمود فرعون طبعا غني عن التعريف، كلكم عارفينه طبعا وكلكم شفتوه وعارفين القناه بتاعته على اليوتيوب. اللي الناس ما تعرفوش كتير ان انا وفرعون اصحاب، يعتبر من اول ما جينا البلد، من اول ما جينا ايرلندا يعني. من زمان احنا اصحاب، من سنين طويله قوي يعني. يعني انا اتعرفت على فرعون تاني سنه ما جيت من البلد يعني. اول سنه أول انت جيت سنه كام؟ تاني سنه لك انت، كانت اول سنه لي انا. انت جيت سنه كام هنا؟ والله ما فاكر، بس هم 10 سنين. 10 سنين هو كان ليه هو حاليا 11 سنه. متهيألي والله ما اعرف، بس هو كان جاي قبل بسنه يعني، انا فاكر ان هو كان جاي قبل بسنه بالظبط. انا بطلت اعد، بس ما علينا يعني. صديقي وحبيبي فرعون، ربنا يخليك يا حميد. هو بيعمل فيديوهات برضه على اليوتيوب، ما تتفرجوش عليها طبعا، وحشه جدا. لا والله فيديوهات والله ممتعه وجميله ومفيده كلها برضه. ان شاء الله انا وهو اول فيديو انا عملته على اليوتيوب، كنت عملته انا وفرعون، الفيديو بتاع التقديم على الجنسيه. يا عبد الصمد اللي يفتكر، اول ما عملت القناه عملت انا ومحمود الفيديو بتاع التقديم على الجنسيه. انا وهو كان فيديو مليان معلومات ده. مليان معلومات، وان شاء الله ولسه بقى عاملين بقى ايه في فيديو، ان شاء الله عاملين فيديو فيه بهاريس بقى، هنسميه فيديو البهاريس، حاجه من الاخر. فيديو البهاريس هيبقى قريب ان شاء الله، نتكلم على حاجات كتير قوي، منها بقى ممكن نتكلم على موضوع التاكسي ريتيرن يا باشا. بص، كل حاجه، الميديكال كارد، ده احنا نتكلم على في يعني شويه معلومات حلوين، اسئله بقى واجوبه. انا بقى اعمل نفسي بسال وانا اللي جاوب، عشان اريح دماغي، انا تعبت من الكلام بصراحه. فان شاء الله هنعمل فيديو قريب ان شاء الله باذن الله، انا وفرعون. الفيديو ده يا رب يفيد الجاليه العربيه في ايرلندا وخارج ايرلندا، اللي بيفكروا يجوا ايرلندا، اللي يفكروا يسافروا او يهاجروا او يشتغلوا. فعايز تقول حاجه يا فرعون؟ انا بس عايز اقول للناس ان شاء الله باذن الله زي ما احمد بيقول كده، نستنوا الفيديو قريب، واحنا والله الفيديوهات دي بنعملها عشان بس للافاده مش اكتر، عشان بس حابين ان احنا ايه نشارك المعلومات اللي عندنا عشان غيرنا يستفيد بيها مش اكتر يعني. ان
مش لحاجه تاني، سواء انا بقى انا بشتغل مثلا فيديوهات لوحدي ولا احمد لوحده، فدي حاجه مش وحشه، بالعكس احنا يعني بنحمس بعض ان احنا نعمل حاجه كويسه ونطلع حاجه كويسه للناس، ويا رب تكون فيديوهاتنا يعني كده ايه مفيده يعني بالنسبه لكم. انا مش هطول اكتر من كده، بس انا مش حرام يا جدعان والله ما سرقتش كام. سرق التليفون على فكره. سرق التليفون والله. ماشي يا حبيبي، ان شاء الله انتظرونا يا جماعه قريب مع ميشو. ميشو ومين تاني؟ فين ميشو؟ عايزين نجيب ميشو بقى. اه صح ميشو، يا ريت بقى نجيب ميشو بقى كده. لا لا إيه؟ ميشو اتكبر علينا خلاص. اه ميشو بقى. اه الفلوس لعبت في اه الفلوس لعبت خلاص بقى اتكبر علينا. ماشي نشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه، انتظروها هتبقى حلقه مهمه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله.